عليكم، مرحبا بكم معي مره اخرى في قناتي سلمي تاكوريتي. اذا كنتم جدادين في القناه فاهلا، انا سميتي سلمى، اذا كنتم قدامين فمرحبا بكم معايا مره اخرى. الفيديو ديال اليوم كتعتبر بارت 2 ديال الفيديو السابق، فكنا جربنا مع بعضياتنا بزاف ديال انواع السناكات الكوريه وبقاو شي حوايج اللي خصهم يطيبوا. فهاد الفيديو هذا غادي يكون طياب 100%، غادي نطيبوا ثلاثه ديال الوجبات كوريه 100% وغادي ندوقوهم مع بعضياتنا ونشوفوهم واش كيجيو زوينين ولا لا. طيبوا هاد الاكلات هذا باستعمال المنتوجات اللي خليناهم من المره اللي فاتت. كاين هاد الورق البحري، الورق النوري المجفف، كاين الكيمتشي اللي الصراحه متحمسه انني نجربه، كاين هذا النوع من انواع النودلز، وانما هاد النودلز هذا في شكل، وطبيعه الحال غادي ندوزو بهذا العصير هذا اللي حتى هو متحمسه باش نجرب. القطعه ديال الفريز ديما ملي كنشوفو كيتحركو ناري، زيد فوقاش وانا صابره عليه قبل ما نجربو ناري. كما صارت العاده الفيديوهات ديال الطياب كيكونوا شويه طوالين، فما غاديش نطول في المقدمه وغادي ندخلو نيشان لا فيديو. مي قبل غادي نطلع التعاليق هادو اللي كانوا من اجمل التعاليق اللي قريت في الفيديو السابق. بغيت نقول لكم شكرا لكم بزاف على الحب ديالكم والدعم ديالكم والتفاعل ديالكم. سو انا صراحه كما قلت لكم دائما ما عنديش مع الادب والصواب وديك المجاميغلات وداك الشيء، حنا ولاد دار وحده، حنا صحاب خوت مع بعضياتنا. خلينا نمشيو ونبداو في الطياب ديال ثلاثه الوجبات اللي غادي تشوفوهم معنا اليوم. 1 2 3 اول حاجه غادي نطيبوها مع بعضياتنا هي الكيمتشي فرايد رايس. عند خليكم التصويره ديالها هنايا، غادي نحاولوا تقريبا نديروه مقرب لهادي، واللي كنحتاجوه باش نطيبوا هذه الوجبه هذه البوينات اللي كنحتاجوا فيه هو الرز يكون مسلوق، عندنا الكيمتشي ديالنا، وعندنا هذا الورق النوري المجفف. اول حاجه قبل كل شيء غادي ندوقوا هذا الكيمتشي هذا ونشوفوا كي داير. صراحه الريحه ديالو ريحه الثوم، شوفوه وين 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 الماء ديالو تهرق. المهم ها هو كي داير، غادي ناخذ طريف وندوقه ناري لعابي بدا يشيل. صافي ناخذ واحد طريف وندوقه، لا ناخذ واحد طريف صغير اخوتي. بركه غير هادي، اول مره نجرب الكيمتشي صوم ما باغاش يجرى لي شي حاجه. بسم الله. احا شحال حار، وهي ناري شحال حار، وعطريف كليتو حار ناري، عفريته تحسيت به حار. حيدي اها بسم الله. جاني من نوع الوجبات اللي كتعذب وانت كتاكلو، مالح على حامض على حار، هو زوين وانما في واحد المزيج ديال النكهات اللي الصراحه غير مفهوم. اكثر حاجه كنشمها هي الثومه والحار. سو خلينا نجربوا ونطيبوا هذا الكيمتشي فرايد رايس. الكيمتشي هي واحد الوجبه اللي الاسيويين وخصوصا الكوريين كيدخلوها في جميع الوجبات ديالهم، سواء الفطور الغداء العشاء يدخلوها. المهم انا خديت واحد الكميه وقطعتها كطريفات حيت القطع كانوا كبارين الصراحه كما كتلاحظوا هنايا. جبدي شوفوا القطع كيفاش كبارين، دونك انا حاولت نقطعهم لقطع صغيره 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 صغيره. وهنايا درت شويه ديال الزيت في الماله باش نبداو الطبخ ديال الوجبه ديالنا الاولى. غادي ندير شويه ديال البصله اللي كتكون مقطعه هكا طويله. كنخلي البصله كتذبل، نزيد عليها ضرب ديال الثومه. فهمتي علاش كيحماقوا على الثومه؟ بحالي انا طبعا. فوق هادشي غادي نزيد معلقه صغيره ديال السكر. اوكي ونحرك جيدا الى ان يدبل البصل. مي كنشوف البصله دبالت غادي نزيد الكيمتشي ديالنا. من بعد ما كنشوف داكشي تزانس غادي نزيد معلقه كبيره ديال معجون الكوتشاجا، معروف بزاف عند الكوريين هاد المعجون هذا. انا كنعدلو بيدي، يمكنكم تلقاو الطريقه طريقه الحد بزاف ديال القنوات كيديرو. النهار اللي درتو ما كيقطعش من الدار، كنديرو في النودلز كنديرو في كلشي. اصلا اغلب الوجبات الكوريه كيحتاجوا هذا المعجون هذا. غنخلي فيه تطلق مع هاد البصله والكيمتشي. من بعد هادشي ما تزانس غادي نزيد عليه هذا الرز اللي هو مسلوق، والنار تكون عافيه ضبوطه تكون ناقصه، ونخلط هادشي هذا مزيان. حكرا نزيد الملحه
دابا طفيت عليها البوطه وغادي نزيد شويه ديال هاد الماء ديال الكيمتشي فوق منها باش طيح ديك النكهه ديال الكيمتشي، باش اصلا اهم حاجه في هادشي هو الكيمتشي. بالنسبه للتقديم يمكن لكم تقدموه باي طريقه، انا درتو في هاد البول هادي وقلبتو على وجهه. دابا غادي نشدو هاد الورق النوري وكنهزوها ونفرتوها فوق منها. كما كي لاحظتوا في الصوره كيزيدوا عليها بيضه، فانا زدت عليها بيضه وغتاني غادي نرش شويه ديال هاد الورق النوري المجفف. اوكي، وهذا هو اول طبق عندنا اللي هو الكيمتشي فرايد رايس. غادي نخليوه جانبا وغادي ندوزو لثاني طبق. ثاني وجبه اللي غادي نطيبوها اليوم مع بعضياتنا هي وجبه البيبي بام. بحال هكا السميه ديالها. المهم هي هذه بطبيعه الحال تكونوا شفتوها في الدرامات الكوريه والسي دراما. دونك اليوم غادي نوجدوها مع بعضياتنا. هي الصراحه صحيه 100%، والصراحه ملي شفت الطريقه كيفاش كطيب فريمون هاد الوجبه هادي خص كل واحد ياكلها لان فريمون صحيه صحيه صحيه. ندوزو ونوجدو. اول حاجه في هاد البيبي بام هي هاد النودلز. هذا هو البيبي بام، كيتعدل بجوج طرق، كيتعدل بالرز وكيتعدل بهاد النودلز هذا. فانا فضلت نعدلو بهاد النودلز احسن ما نعدلو بالرز. فغادي نحط واحد الكميه هامه من هذه التسلق، لانه هذه غادي نعدلو بالناس جوج وجبات. الوجبه ديال البيبي بام يا ربي كون كنطقها صحيحه، وواحد الوجبه اخرى. دونك نحطو هذه التسلق. الجوجات كاملين اللي كنستعملهم ديال هاد الاطباق هادو غادي تلقاهم في الصفحه ديال جي كي سناك. سو اي حاجه بغيتوها سواء بغيتو تطيبوها اولا سناكات بغيتو تجربوهم غادي تلقاوها في الصفحه ديال هاد البنت هادي اللي ظريفه بزاف وزوينه بزاف. سو انا كنستنى صراحه هاد النودلز يتسلق عاد ندوز للمرحله المواليه. كما تلاحظوا هنايا عندي طبق مشكل من الخضروات، عندي الفلفله الحمراء، الفلفله الصفراء، الفلفله الخضراء، الجزر، هاد القرع الخضر، وكل شيء مقطع بهذه الطريقه هذه اللي طويلين طويلين طويلين. فهنايا حطيت المقله سخون، فغادي نبدا نحمر وحده بوحده 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 بوحده. صو شويه من هنا شويه من هنا شويه من هنا شويه من هنا شويه من هنا، غير هو ما نخليهمش يتحرقوا، غير يعني هكا يدبلوا باش نقدروا ناكلوهم وصافي. اول مره حياتي كنعيا وانا كنطيب شي حاجه. فريمون هاد الوجبه هادي خدات مني وقت طويل، ساعه وانا كنطيب فيها. المهم حاولت هنا قليت جميع انواع الخضر، كاينه القرعه الخضراء، الخيزو، الفلفله الخضراء، الفلفله الحمراء، الفلفله الصفراء، زائد هاد النودلز. هذا درت له المعجون ديال جوجابا تنجابا تيتيابا. هاد المعجون هذا اللي ديجا عندي بالدار. انا عندي مشكله مع الاسماء. المهم درتو له درت له الملحه ودرتو في الطبق هذا. دابا شنو غادي نديرو؟ انا هنايا الدجاج مقطع لشرائح طوال ومرقد في هاد الصلصه هذه الغريبه ديالي انا الشخصيه الصراحه اللي كنديرها ديما، هي مقلده من واحد الوصفه كوريه. فانا الدجاج كيعجبني بهذه الطريقه هذه، الدقيق مع الماء مع زيت الزيتون مع التوابل ديال الدجاج مع شويه ديال صلصه الصوجا مع ديال مع الثومه والحار، كتجي واعره بزاف. دونك غادي نقلي هاد الشرائح ديال الدجاج ونرجعو عاوتاني. سو هذا هو الطبق ديال بيبي بامب اللي وجدناه مع بعضياتنا، كيجي بشكل بالخضر، النودلز كاين لداخل وفوق منه تشكيل هاد الخضر، الفلفله الحمراء، الفلفله الصفراء، هنايا الخيار، هنايا الفلفله الخضراء، هنايا الدجاج، الدجاج اللي هكايا اصابع، هنا عاوتاني المهم الفلفله الحمراء درت على جوج جوايع، والخيزو و القرع الخضر. سو دابا ونسيت ديك الصلصه ديال الجنجامبا. المهم هذيك الصلصه كنديروها هنايا الوسط. دابا اللمسه الاخيره، اللمسه الاخيره هي اننا كنزيدوا على الوجه ديالها السمسم اولا الزنجلان يكون محمر. فغادي نزيد شويه 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 هكايا فكيعطي منظر ومذاق زوين. وهذا هو الطبق النهائي ديالنا، غادي نحطوه جانبا وندوزو لاخر طبق لان هذا استنزف لي الطاقه ديالي كامله. اخر وجبه تكون عندنا اليوم هي الجابتشي، غنخليكم التصويره ديالو هنايا. فغادي نطيبوه مع بعضياتنا، هو الصراحه ساهل خفيف ظريف دغيا كيطيب، هذا حنين الصراحه دغيا يطيب لنا. فخلينا نمشيو نطيبوه مع بعضياتنا ونشوفو وندوقو الوجبات كاملين. انا اللي بديت ندوخ حيتاش انا عييت. اول حاجه كنبدا بها هي هاد الصلصه هذه اللي غادي نوجدوها مع بعضياتنا. هنايا عندنا الصويا صوص، غادي نزيد ليها معلقه صغيره ديال السكر، وغادي نضيف درس ديال الثومه
فوق هاد الصلصه هذه زدت معلقه كبيره ديال الزيت النباتيه والسمسم معلقه صغيره، وغادي نخلطوها مع بعضياتهم، وزدنا لها قبصه ديال الملحه، وغادي نحط هاد الصلصه جانبا وندوزو للمرحله المواليه. حطيت المقله السخون درت فيها الزيت، وغادي نحط اول حاجه البصله الدبال فيها. من بعد ما دبلت البصله ديالنا غادي نزيد فيها هاد انواع الفلافل مع الجزر. اوكي ملي المجموعه ديال الخضروات هنايا كطيب، كناخذ هاد النودلز هذا اللي ديجا سلقتو قبيله قسمتو على جوج، هذا النصف الثاني غادي نزيد عليه هاد الصلصه اللي درناها مع بعضنا ونحركوها مزيان. عليه قطعه ديال لادان فيمي، هما الصراحه ما كيديروش لادان فيمي، هو كيديروا سواء اللحم الخنزير المجفف اولا كيديروا ياخر البقري ماشي اللحم البقري، اللحم البقري. فانا فضلت ندير لادان فيمي، بما دابا كيديروا الخنزير المجفف انا فكرت ندير الدجاج المجفف. شنو الدجاج المجفف؟ ويلي استغفر الله كلاخ. المهم لادان فيمي غادي نقطعوها كقطع صغيره هكايا ونخلطو مع هاد النودلز. من بعد ما الخضروات ديالنا وجدوا غادي نزيدهم فوق هاد النودلز هذا، وغادي نحركو كلشي جميعا. صراحه اللوينات زوينين. وهذا هو الطبق ديال جابتشي الكوري. دابا غادي نجمع الوجبات كامل اللي طيبناهم مع بعضياتنا وغادي ندوقهم واحد بواحد بواحد. انا عييت، انا تساليت، انا صافي وصلت للاخر. ما عمري في حياتي طيبت هاد الوجبات كاملين، وخصوصا معقدين، ماشي معقدين، فيهم بزاف ديال لي زيليمون اللي خصهم يعني كل حاجه طيب بوحدها، كل حاجه تقطع بوحدها. راه تقريبا نص الخدمه درتها اوف كاميرا، يعني قطعت الخضره ستفتها الى اخره، عاد جيت كنصور وكان الاخر، ومع ذلك عييت بصح بصح بصح. فخلينا نمشي نشوفوا الوجبات مع بعضياتنا. الطبق اللي طيبناهم مع بعضياتنا، واول طبق غادي نجربو معكم هو هذا ديال الكيمتشي فرايد رايس، وحطيت الكيمتشي اللي بقى حدايا هنايا. انا طبيعه الحال كما كتعرفوني انا ما كناكلش البيض، دونك هذا البيض غادي نديرو له هوك كحزوه جانبا شويه. هي نورمالمون سي تكلب البيض، مي انايا راكم عارفين يعني ماشي جدادين، والناس الجدادين اختكم ما كتاكلش البيض. فبسم الله ونجربو هاد اللقمه هذه، فيها تقريبا كلشي من غير البيض. فبسم الله بسم الله بسم الله. هو بنين بزاف 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 الصراحه، واعر احسن من ملي قبيلتي كيمشي بوحديته، كان المروره على الحروره على بنه كانت يعني قويه بزاف. هيدا جا متجانس 100%. بسم الله مول كل لقمه كنقول بسم الله سبحان الله. راح هاد الوجبه واعره واعره، المشكل الواحد هو انها بردت. طيب تقبايلاتي عطيت الوجبات اللي باقي فبردت، هذا هو المشكل الواحد. دونك اذا كانت بقى سخونه كتكون واعره ديال بصح. شطه فيا كيمتي غداش بسم الله. واعره ما بغاش ناكل فيها بزاف، شي باقي قدامي بزاف ما يتكال. مي صراحه واو، انا عندي ما نقول غير واو. ندوزو الوجبه المواليه اللي طيبناها مع بعضياتنا، حيت فيها بزاف ديال الحوايج. قبل ما ندوزو الوجبه المواليه بغيت ندوق هذا العصير هذا مع بعضياتنا، صراحه متحمسه ليه، خصوصا في ديك الطريفات ديال الفريز اللي ما بغاوش يهبطوا. علاش ما بغاوش يهبطوا؟ غادي ندير هنايا اوكي، ها هما هبطوا دابا، وغادي نجربو مع بعضياتنا. بسم الله انا صراحه العصير العواصر العصائر ديالهم واعرين بزاف. لا عندهم العصائر والمشروبات الغازيه، صراحه المذاق ديالهم ما يمكنش يتوصفو، خصك تجربو باش تعرفو. المذاق ديالو واعر بزاف. هادي شحال زوين. صح هادي
هذه هي الوجبه المواليه اللي الصراحه ما عرفاش منين غادي نبداها حتى شنو دجه الوسط وفوق مني كاينه على الخضاضر. اول حاجه غادي ناخذ شويه ديال الخيار، حتى ندير نجيبو طبيس، جبت حتى طبسيل صغير، وغادي ناخذ شويه من كل حاجه ونحطها جانبا. ناخذ شويه ديال الخيار، جيب لها تحت في الارض خوت، ما خصناش نطيحوكم في الارض. ناخذ شويه ديال هذا الفلفله الصفراء، اوكي هذه اللي فلفله حمراء، شويه ديال القرعه الخضراء، عشويه خوتي عشويه، وشويه ديال هذا خيزو او الجزر. شنو اخر باقي؟ هاد الصلصه هادي اللي ديالنا الفوقي، غادي ناخذ قطع من قطعه الدجاج وغادي نوسعوا شويه ونجبدوا النودز من الداخل. اوكي جبدي خصنا مقص، نريد مقص. ودابا غادي نجربوا هادشي هذا مع بعض. السؤال الواحد عندي، هادشي اللي كيديروا ياكلوا، لانني عايز ما نجمع، ما قدتش نجمع كلشي. فبسم الله خلينا نجربوا هادشي هذا. عرفتوا هادشي شنو كيتسمى؟ هذا كيتسمى طبق السعاده. اذا بغيتي تحسي بالسعاده طيبي هاد الوجبه هادي وقولي لي واش غتحسي بالسعاده ولا لا. تجانس النكهات، داكشي يعني بزاف ديال الخضر وبزاف ديال الحوايج عطاو واحد النكهه واعره، خصوصا الخيار. انا كنت كنستغرب كيفاش زعما الخيار دايرينه من كلشي طايب الا الخيار الاخضر، من المذاق في الاخر كيجي واو. بسم الله. دجاج واو واو واو. وحنا متعودين ديما الاكل الكوري كيكون حار، هذا داك الاكل متجانس، كتاكلي وانت كتحسي بالسعاده، كتاكلي وانت فرحانه. هذا غنحطو جانبا، تمشي ونجلس ونبقى ناكلو، عندي واحد ندير شي دراما هكا قدامي ونبقى نتفرج شويه وناكل، نبدا تخيل راسي انا عايشه في كوريا. اخر طبق غادي ناكلوه مع بعضياتنا هو هذا الجابتي، فغادي ندوقوه تعويا ونجربو. انا متاكده غادي يكون بنين، انا اصلا متاكده غادي يكون واعر وما محتاجاش هذه فيها النقاش، لاني جربت الاولاني اللي كنت مستغربه منه، داك الكيمتشي مع داك الشيء، نحط الكيمتشي حدايا. وهذاك جواعر. الطبق الثاني جا كيصطي، فهذا انا متاكده غادي يجي هو واعر، فخلينا نجربه. المصيبه هي ديال هاد النودلز هذا، عرفتي شحال طويل وانا اللي كيديروا ياكلو فهاد سباكيتي باشواط. يلا بسم الله. صراحة طبق لا يناقش، واعر بزاف. اليوم الوجبات كاملين حمقوني سطاوني فنين، ما تحتاج تقول عليهم غير واعرين وفنين، لانهم فريمون كيستاهلوا كل لقمة كتاكلها. انا التعبير بشعري، المهم كل لقمة كتاكلها كتحسي بالسعادة وكتحسي بانك درتي انجاز. التعب كامل اللي تعبتو على هاد الوجبات هادوم مشى هباء منثورا، لانني فعلا واعر بزاف بزاف. صراحة أنا الوجبات كاملين حمقوني، الوجبات كاملين سطاوني، ما عرفتش الصراحة فين كاين السر، واش السر فيهم ولا السر في طيابي أنا. بطبيعة الحال السر فيهم، ما محتاجاش النقاش. صراحة اليوم استمتعت وأنا كنطيب هادشي هذا، واخا عييت، وإنما النتيجة النهائية كتستحق.
كلشي جا زوين بزاف بزاف بزاف. اذا بغيتوا تجربوا حتى المنتجات الكوريه وكتحيروا منين تجيبوهم وكتسكوا بانهم يكونوا ماشي حلال ولا شي حاجه بحال هذه، فهاد البنت هذه اللي هي جي كي سناك يعني عندها جميع السناكات جميع الوجبات اللي يقدروا يطيحوا لكم فراسكم كتلقاوهم عندها. حتى شي حاجه اذا ما لقيتوهاش عندها فيمكنكم تكومونديوها وهي كتجيبها لكم، وتاكدوا 100% بان الحوايج اللي كتجيبهم كاملين حلال 100%. دونك انا من هاد الوجبات كاملين اكثر حاجه عجبتني هي البيبي بام، واعر بزاف بزاف بزاف. واحد الوجبه اللي في الاخر كتحس براسك كتحسها وجبه صيفيه، هاد الوجبه كتحسها وجبه صيفيه من غير جابتشي جابتشو شويه يعني يصلح للشتاء اكثر من البيبي بام. بيبي بام يصلح للصيف، واحد الناموسه كطيق قدام عيني. هذا ما كان الحلقه ديال اليوم، قولوا لي في نظركم نتوما اكثر وجبه عجبتكم في هذه الوجبات هذه، وقولوا لي ايضا في التعاليق شنو هما الوجبات اللي فراسكم وتبغينا نجربوهم ونجربو واش نطيبوهم واش نقدروا اصلا نديروهم وكاش يجيو زوينين ولا لا، كتبوهم لي تحت في التعاليق. انا وقع لي نقول لكم غير السلام عليكم، تهلاو فراسكم ونشوفكم في الفيديو الجاي، كنبغيكم بزاف.